سي شاكب بن موسى فتح الملف ديال التعديل نهار جا هو في حوار مع النقابات، النقابات حلفاء ديالنا اجتماعيين كنشاركوا معهم، ماشي حلفاء ديال اجتماعيين ولكن في نوع من التشارك الاجتماعي معنا، كنناقشوا معهم الملفات، وانتم سيد الرئيس في فتره شفتوا المجلس الحكومي وكتبنا راه اشتغلت مع النقابات، وكل سنه كتقولوا غادي نعطيو العمال غادي نعطيو الموظفين غادي نعطيو 4 المليار 5 المليار كل مره تعطونا ارقام، دابا وصلتوا 9 المليار ديال الدرهم وهناك مشكل. 40,000 قالوا راه خرجت في مظاهرة، ولكن راه 280,000 ما خرجتش في مظاهرة، 280,000 بغات الحوار، وعلى النقابات التي تتفاوضون معها اعتبارا لموقعهم الدستوري ولموقعهم القانوني والاعتراف القانوني بهم، هاد الناس هادو الآن يتحملوا مسؤوليتهم في مسلسل الحكومة في مواجهة النقاش، خصهم يكونوا حتى هما أوفياء معنا كما حنا واقفين كنعطيوهم وقت ما فتحوا الحوار. قضيتم شهور انتم وزير التشغيل شهور في الحوار الاجتماعي لا الاول ولا الثاني ولا الثالث، ماذا وقع؟ لماذا تراجعوا الاتفاق اللي داروا مع السي شاكب بن موسى ولا السي شاكب بن موسى؟ حتى هادو اللي مقلقين اذا تنظموا رجعوا للقيس خصك تسمع معاهم الحوار وتناقش معاهم الحوار، وانا كنعرفك غادي تجلس تناقش معاهم الحوار وتسكر معاهم الحلول، ولا نهزوا ديك 9 المليار ديال الدرهم ونعطوها للدعم الاجتماعي ونحلوا المشكل ونقولوا لهم غادي نفتحوا معاكم الحوار هاد العامين الجايه اذا بغيتوها كسروا لي ما عندنا مشكل، ولكن تحملوا مسؤوليتنا ونضربوا فوق الطبله حتى حنا في موقع قوه اللي درت هذه الحكومه في عامين ما داروش الحكومات السابقه في 10 سنين، علاش اليوم حنايا كنترددوا؟ علاش ما كنخرجوش الامور كلها؟ لذلك انا نصح للسيد الرئيس واش كنحشموا؟ واش كنترددوا؟ واش ما كنملكوا اللغه الخطاب السياسي؟ واش خصنا شي حاجه نديروا؟ ما خصناش نجلسوا في مجلس الحكومه كتحرق فينا انت بالليل وبالنهار ومن حيت ناخذوا القرار حتى واحد ما كيسوقوا، ما يمكنش كاينش حاجه ماشي كاعتك. واش الوزراء ديالنا ما كيتكلموش؟ خصهم يتكلموا. واش النواب البرلمانيين ديالنا مازال ما لعبوا الدور؟ هما لاعبين وخصهم يلعبوا اكثر. هذه اغلبيه تقدم الكثير وتلقى القليل من الاعتراف السياسي. هادشي خصنا نمشيو ليه. انا كيبقى فيا الحال حتى شتنا داكشي ديال التعليم بقى فيها الحال، انا عرفت شاكي بشحال طاط شحال تعذب وشحال جا عندنا وشحال ناقش معنا في الحكومه وشحال عنده رغبه وشحال دخل مع النقابات وشحال عنده رغبه يدير هاد التغيير، وكان كيقول لنا كنتكلموا على المتعاقدين، قلت لي نشطبوا الفكره ديال المتعاقدين، فعلا شطبناها بهذا القانون حيدا فكره المتعاقدين، جميع المتعاقدين اصبحوا موظفين لدى الدوله، كان هذا حدث، فمن حيث كان حدث كيخرجوا الناس يديروا المظاهرات عليه، كان كلشي كيكتب عليه، من حيث حلينا المشكل حتى بقى كيكتب عليه، كاين شي حاجه ماشي هي هذيك في هذه البلاد. دابا جبتوا السيد الرئيس الحكومه كلها جابت الدعم الاجتماعي، قال لها نعطيو 500 درهم 700 درهم 1000 درهم الى اكثر، وقلت واحد الجمله صغيره في البرلمان، قلت هذا العام نزيدوا 10 درهم والعام الاخر نزيدوا 10 درهم في البوطه، الصحافه كلها كتكلم على 20 درهم. حتى ما تكلم على هذوك الفلوس اللي غادي نعطيو الاخرين. علاش؟ واش حنا كنحسبوا غير اللي كندخلوا ما كنحسبوا اللي كنخرجوا؟ عفوا كنحسبوا غير اللي كنخرجوا ما كنحسبوش اللي كندخلوا. صحيح. كاين ماشي كاين شي حاجه ماشي هي هذيك السيد الرئيس. إذا كان ضروري نديروا ميزانيه في الحكومه نقولوا السيدي الوزيرة الماليه معنا درينا ميزانيه باش نديروا حمله حتى حنا في الاعلام والصحافه وندوزوا في السنين وندوزوا في ذاك العجب كله ونبداو نهضروا. إذا ما قنعنا المغاربه نقنعوا بعد الناس اللي في الخارج. كاس نديرو شي حاجه ما نبقاش واقفين سيدي زهر بركه بقى بالليل وبالنهار ندوز العطله ديالو غير في الماء غير كتهضر معاه تيقول لك بغيت ندير الماء في السواقي ما تسواقي دار السواقي وجاب الماء من سبويا جابها من سبول ابي رقرق ومتبع بقى له حاجه وحده قالوا له راه في المريح كاين البر غادي يجيبوه تبع هذا الموضوع سمح لي ولكن ها هو درناه شكون اللي عطى القيمه شكون اللي عطى القيمة ديال هذا العمل أننا نجيب الماء من منطقة باش نعطي الناس يشربوا في منطقة أخرى؟ حتى واحد. تسع شهور واحد النهار جا عندنا المجلس الحكومي يشد لنا ساعتين تيقول لك القواس لأنه كيزز في تركيا بالقواس قلبوا على القواس في دولة أخرى. عبد الله هذيك السي نزار لا هذا وزيرة المالية مع السيد وزير المالية المنتدب قلبوا الميزانية وزاد في الميزانية ذاك المرسوم ذاك القرار كنتذكر هذاك النهار. لا خصنا اعتقد خصنا كاين شي حاجه ماشي هيك انا شخصيا عندي مشكل هذا العمل كله اللي درناه في الدعم الاجتماعي اللي درناه في هذا الشيء ديال
ديال التغطية الصحية، هادشي اللي درناه في الزلزال، هادشي اللي درناه في السكونة والتعمير، قطع 100,000 درهم مع الدعم اللي خدمت عليه فاطمة الزهراء، هادشي كله ما تكلموش عليه، خرجوا رجال التعليم تكلموا عليه. واش خرجوا تحنا مظاهرة نديرها غدا باش يتكلموا علينا؟ ما عندناش إشكال، ولكن كاين شي حاجة ماشي هي هذيك. شوف السيد الرئيس الحكومة، أنا أدعمك حتى نظام متفق معايا في أي قدرة على الحوار مع أي جهة كانت، دخول في الحوار، ولكن الحوار يكون ماشي بليد ذراع واحد يقوم بوظيفته، يخصو يدخل القسم، يدخل القسم، يخصو التلميذ، يدخل التلميذ، ونفتحوا الحوار، ماشي لا فان دو موند. ربما التقدير ديالنا ما كانش، ربما داك الشيء اللي قصد سي شاكيب وصلته فهموها هو بشكل اخر، لكن راه ما يمكنليش نشك في النيه ديال سي شاكيب اطلاقا، انا كنعرف كيفاش داير، اشتغلت معاه، اشتغل معايا، لذلك فتح هذا الحوار، فتحوا هذا الحوار، عيطوا لهاد النقابات نقول سمعوا من جديد، والنقابات يتحملوا مسؤوليتهم حتى هما، لانه اذا تحملوا مسؤوليتهم غادي نمشيو فيه. قضيه اخرى، وانا ضد انه شي واحد يقول لنا ايوا ما بغاو هذا الحوار نسحبوه 9 مليار ديال الدرهم ونخليو الوضعيه كما هي. لا، نحن حكومه ندير قضايا الدوله، لا نتراجع ولا نتنازل. نفتحوا الحوار ما عندنا مشكل، ولكن لن يلوي احدا ذراع الدوله كيفما كان واينما كان موقعه. صافي اسمعوا الموضوع هذا، الشكيب سيستمر ونحن ندعمك في الأغلبية وكحزب، ندعمك في عملك واستمر فيه، وراه غادي تنجح. حينما تقوم مشكلة مع جهة ما، غير لأنك راه خلقتي شي حاجة ما خصكش تخلقها، وطبعا الآخرين كيديروا ضد، هذا طبيعي جدا. بغيت كذلك بعد أن أدعو رجال التعليم الى اعطاء القيمه لهذا الحوار اللي بغينا نفتح، واللي اعلنت عليه دابا الان انكم بغيتوا تفتحوا، كانت شي بعد المساله هذه، ولكن كذلك اولادنا خصهم يرجعوا للقسم. راه اولاد المغاربه مسؤولين عليهم كحكومه، مسؤولين على المستقبل ديالهم، وهذا الشيء ما فيش. كذلك الان غادي تبدا القضيه ديال الدعم الاجتماعي، الدعم المباشر، في شي نقاش بسيط بعد تشوفوا احنا في الاغلبيه كيفاش غادي ندعموا معاه. ومن ضمن الورشات اللي فتح جلالة الملك هي مدونة الأسرة، واللي رسالة وجه لكم السيد جلالة الملك، وجه لكم السيد رئيس الحكومة، وانتم شرفتوا على العملية، واللجنة اللي كونها القيادية ولا اللجنة الساعة اللي كونها جلالة الملك، أتمنى أن نكون في مستوى ثقة جلالة الملك. الأسرة المغربية تحتاج تطلب منا الكثير، ودرتوا لي هذا الدعم الاجتماعي، ودرتوا التغطيه الصحيه، ضروري نديروا فيها نوع من التوازن داخلها بين المراه والرجل، وان ننصف المراه ليكون هناك نوع من التوازن، واتمنى ان نكون في مستوى جلالته، ونشكركم على تتبعكم لهذا الملف على القرب ومساندتكم لنا فيه، ونحن ما زلنا نستمع الى الجمعيات، كل يوم نستمع الى 11 جمعيات، ولانه واجب التحفظ ساخفه هنا. الموضوع الاخر اللي ما بغيتوش يدوزني، لانه راه انتم قلتوا كل شيء ما خليتوا لي والو، هو تلك العاب الاطفال التي يلعبون بها اعداء الوحده التربيه. توفي لنا شهيد، ولكن هذه تلك الوسائل التي استعملت مجرد العاب اطفال. المغرب اقوى بكثير، ونحن في المغرب يهدئ اعصابنا ونتبع الامور بكثير من الاتزان والثقه في الذات، وبكثير من المبالاه والتجاهل، لاننا نؤمن اننا الاقوى، ولاننا الاقوى، ولاننا الاقوى، فنحن نراعي الدم، ونراعي الدين، ونراعي العروبه، ونراعي الاستقرار. فاتمنى ان نقف هنا، لان الصحراء انتهى هذا الملف، وتلك لعب الاطفال التي يلعب بها بعض من اولئك الموجودون هناك ستحرقهم قبل ان تمس بشخص آخر في المغرب. السيد الرئيس، نحن مقبلون على مشاريع كثيرة على المستوى الاقتصادي، على المستوى القانوني، الإصدارة المدنية أحلتموها الأسبوع الفارط على مجلس النواب، قانون الإصدار الجنائي أنتم تبعتوه معنا باش ناقشناه في مجلس، أنا أصلا حتى هو
عقوبه البديله غادي تطلب منا واحد المجموعه تاع الفلوس. استدنا عليكم الان رحنا غادي كتناقش مجلس المستشارين من هنا واحد الشهر في اقصى الحالات غادي يصبح السرير مفعول. معناها اننا مقبلين على مجموعه تاع المشاريع لا على مستوى اقتصادي ولا هذاك تاع هذاك ديال الماء هذاك ديال الماء ما غادي يوقف عبير اخرى غادي يهبط قالوا لي حتى مراكش لا بدي بلدان ولا ما كرب الحكومه وليتو كتحلوا هذا المشكل ديال الماء بهاد السرعه وبهاد انا كنهنيكم فعلا السي بركة داك العمل اللي كديروا وانا تبعتو عن قرب. استاذ النواب استاذ مساح محتاجين لكم في المستقبل اكثر مما فات. محتاجين لكم محتاجين لحضوركم حتى تكونوا في البرنامج نهارتين وكتكونوا في جسمك نهار ثلاثه بقوه كنشعروا حنا بالقوه اكثر وبحماس اكثر. كتحط حضروا في الليجان بذلك الحضور كتحضروا بقوه فلذلك كيزيدنا حنا قوه وحماس. وتاكدوا اننا نعرف مكانتكم ونعرف تاثيركم ونعرف قدراتكم ومعترفين بقوتكم وبحضوركم. انتم جزء اساسي في العمليه الديمقراطيه، جزء اساسي في مفهوم الاغلبيه. لذلك نشكركم ونتمنى معكم التوفيق والشكر. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.